الآن في أحد المدارس في أستراليا، حاب أصور لكم إياها عشان تقارنوها مع المدارس في كندا. مش حنصور كتير لأنه في أطفال راح يكونوا، بدنا نحاول نبعد عن الأطفال. طبعا معظم الأطفال هون بيلبسوا زي رسمي كل المدارس، بس شايفين المدارس هون أوبن، يعني هذا اللي بيدخلوا على الصفوف دايركت من الساحة. إحنا معظم مدارسنا مغلقة وطابقين بتكون. هاي المدارس طابق واحد معظمها اللي شفتها، وكلها زي ما شايفين الأبواب مفتوحة على ساحة خارجية. الجيم عندهم اللي ورا هذاك، أوكي، بعيد شوية، أكيد يطلعوا برا. وهاي هي المدرسة بس للمقارنة السريعة، وإن شاء الله نشوفه قريبا.